أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، قمت بأداء العمرة في رمضان العام الماضي مع عائلتي، ولكنني الوحيد الذي لم أقصر من شعري بعد انهاء العمرة، ورجعنا إلى الرياض دون تقصير، فماذا يلزمني الآن؟ يلزمك أن تقصر في أي مكان، في مكة أو في الرياض أو في الطريق، ولا تتم عمرتك إلا بالتقصير، لأنه نسك من أنساكها، فعليك أن تقصر حتى ولو طال الوقت، أنه باق عليك وعمرتك لم تكمل. يجب عليك المبادرة لأن تعيد ملابس الإحرام عليك في أي مكان، ثم تقصر أو تحلق ثم تلبس ثيابك، تكون قد أتممت عمرتك. وإن كان حصل منك جماع في هذه الفترة قبل أن تحلق، فعليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم.